بدأنا آخر مرحلة لكأس العرب 2022، الفرصة الأخيرة المؤهلة للجراند فاينل، واللي هينافس فيها 6 فرق عشان يصعد منهم فريقين بس النص النهائي. نوع المباريات هنا بيست اوف 3. بدأنا أول جولة مع فوكس وان مور. مرحلة كأس النبض كانت هادية شوية، ومحدش كان حابب يغلط في أول الجيم. تريدات خفيفة ما بين اللعيبة لحد ما حصل فايت عند الريفت 5 ضد 5، واللي شفنا فيه إنجاز جميل من نوفا وتشيرو، لكن بعدها شفنا الرد من مولتو وعمل دبليو بست رجعت الفايت لصالحهم. بعدها يقدر وان مور يسيطر على الجيم بالأوبجكتيفز عشان يكسب أول جيم. نروح للجيم الثاني، واللي بدأ بتركيز كبير من توشيرو على الميد، وشفناه أكتر من مرة بيعمل هو وأكاشي 2 فيرسز 1 على شادو، لكن مجرد إن فريق وان مور فضل يعمل بيل لروناتيك، واللي كان بيلعب على تريستانا واحدة من أكتر البيكس اللي هو بيحب يلعب بيها أساساً، قدر بجولد التورتس يجيب الأيتيمز اللي محتاجها، ويقدر مع باقي التيم يكسبوا الجيم عشان يتأهلوا للجولة اللي بعدها. نخش على الجيم الثاني من نفس الجولة واللي كان ما بين عبعال ونجمة جالاكسي. جي سكيلز كان متحمس شوية وعمال يجنك ليفل 2 على البوت لين، لكن سرعان ما جنط تلاحظ إن خالد عصام مركز على البوت لين، فعمل كاونتر جانك بعدها قلبت الجيم لصالح نجمه جالاكسي، وادت لراستك اللايتين قدر يسنو بول بيهم الجيم، ويكسبوا بعد 32 دقيقه اللعب من الاثاره والفايتس الكتير اللي ما كانتش بتخلص. اما الجيم الثاني واللي كان بادئ هادي جدا، لكن زي ما احنا متعودين الافضليه في الايرلي جيم بتكون طبعا في صالح عبعال، لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل في الميد جيم. وبانجيج من كلاونز حلوه في الميد لين يسمح لراستي يخش بسميره يعمل دامج عالي على فريق عبعال ويجيب تريبل كيل وياخده ايس. وفي الفايت الاخير راستي يدخل لوحده على 4 من فريق عبعال عشان يجيب منهم 3 ويضحي بنفسه عشان الفريق بتاعه يجيب ايس وينهو الجيم. نكمل الجوله اللي بعدها واللي بداناها مع نجمه جالاكسي قدام في سلاش. في محاوله دايف على ريفنج يقدر يجيب دبل كيل بايتروكس من غير ما يموت، اما الناحيه الثانيه من الماب كان بيحصل العكس، راستي ذا كاري فريق نجمه يقدر يجيب تريبل كيل بمساعده فريقه، ويستمر الجيم لحد فايت الدقيقه 30، قدر فريق في سلاش بقياده جاجر نوت يجيبوا ايس على نجمه ويكسبوا اول جيم. اما تاني جيم فريق في سلاش قدر ينهيه بدري شويه عن الجيم اللي قبله، بعد ما ادرس كريم وايهاب يدمروا الجيم كله بدريفن وبايك بالدمج الجبار بتاعهم. نروح للجيم التاني من نفس جولة واللي كان ما بين رعد وان مور. شفنا تيم فايت كامل في اول دقيقة عند الريد بتاع زعبلاوي، كان ناقص بس ماجد يبقى موجود وتبقى 5 ضد 5، وبسبب افضلية العدد اللي كانت لصالح وان مور خلصت النتيجة 3-2 لوان مور. ومن هنا مولتو بقى معاه ايتمز يقدر يعمل بيها 1v1 الماجد كتير، ويقدر ينهي الجيم بسكور كيلين 11-0 و7 اسيستات. اما الجيم التاني واللي كان باين فيه تركيز لاعيبة رعد اكتر من الجيم الاولاني، واللي بمجرد بيك كالي على جيو الموضوع بيختلف تماما وبيروح في حته تانيه خالص، قدر فريق الرعد يكسب الجيم في 21 دقيقه بفرق 15000 جولد. نروح للجيم الثالث والاخير ما بينهم، واللي سيفي فيه يفكرنا ليه الناس بتعمل بان لبايك قدامه، ومع جيو بمهاراته الفردية يقدروا يكسبوا الجيم ويصعدوا لمواجهة في سلاش في آخر جولة من المرحلة المؤهلة للجراند فاينلز. أما نجمة جالاكسي وان مور ينزلوا لللوزر براكت عشان يلعبوا عبعال وفوكس جيمنج. ننزل لللوزر براكت ونشوف إيه اللي حصل. أول مباراة كانت ما بين وان مور وعبعال والصحبة. أول ربع ساعة ما كانش فيه خناقات كتير، معظم اللعيبة كانت مركزة على الفارم، لحد ما وصلنا لأول ريفت واللي حصل عليه فايت 5 ضد 5. زعبلاوي جري ورا لعيبة عبعال كلهم عشان يقدر يجيب تريبل كيل ويجيبوا أيس، وتبقى الأفضلية مع وان مور من كل الاوبجكتيفز وينهوا الجيم بعد 27 دقيقة. نروح للجيم التاني واللي البداية كانت موفقة من فريق عبعال، وبودا قدر يجيب دبل كيل مهمة ليه أول جيم، واستمرت العركة ما بين عبعال وان مور متساوية لحد الخناقة اللي حصلت في الجنجل عند زعبلاوي، واللي قدر فيها جي سكيلز يورينا مهاراته ويلف على لاعيبة وان مور واحد ورا التاني عشان يعمل لهم استن كلهم ويجيبوا ايس وياخدوا البارون وبعدها الصول عشان ينهوا الجيم التاني وتبقى النتيجة تعادل. ونروح للجيم التالت والأخير، بدأ الجيم بكل من هنا وكل من هنا لحد ما راحت الافضليه بتاعت الايرلي لعبعال كالعاده. فايت يبدا بالت من جي سكيلز وبفولو من بودا، وباقي التيم يقدروا يجيبوا 4 من فريق وان مور، ومع مرور الوقت وبفايت ورا التاني عبعال يبداوا يخسروا الليد اللي معاهم، وفريق وان مور ياخد البارون الاول في التاني وبكل ذكاء يقدروا يكسبوا الجيم. نروح للجيم التاني في نفس الجولة بتاعة اللوزر براكت واللي كانت ما بين فوكس ونجمة جالاكسي. راست كان بدأ الجيم كما يقول الكتاب هو وكلاونز، كان بيخش بدبليو تريستانا من غير ما يخاف وبيعرف يجيب أي كل تقف قدامه، يقدر من هنا راست سنو بول الجيم ونجمة جالاكسي تاخد السول والبارن، وبفايت أخير كلاونز يخش بفلاش ويعمل انجيج جميلة، وبفولو من باقي التيم راست يقدر يجيب كوادرا كل وينهو الجيم الأول بعدها. نروح للجيم التاني، البداية كانت متساوية من الفريقين، بس الكيلز بتاعت نجمة كانت بتروح لكي اف دي اللي كان بيلعب بكارما، ودي كانت نقطة مش حلوة لأن كارما مش هتخليه يعمل كاري، ومع الوقت نشوف توشيرو وهو بيكسب الفايتس بعد كده بسبب الموضوع ده. وبعد ما الجيم طول بوصل ل 39 دقيقة، أكاشي يعمل لقطة سولو باك دور ويخطف بيها الجيم التاني.
نروح للجيم الثالث والاخير. بدايه الجيم كانت سخنه، بلاي من هنا وبلاي من هناك. مع الوقت راستي يقدر ياخد الافضليه بمساعده التيم بتاعه، ولكن الدو المرعب من توشيرو واروي ورونا اداء خيالي. وبعد ما اخدوا البارون يحصل الفايت الاخير في البيز بتاعت نجمه، وبالضغط والدمج الرهيب من اريو بام اف تكسب فوكس جيمنج المباراه. وبكده عبعال ونجمه تروح منهم اخر فرصه للصعود للجراند فاينل. وهنكمل الاسبوع الجاي مع في سلاش ورعد، عشان اللي هيخسر منهم يلاعب الكسبان من وان مور وفوكس، ويصعد اثنين من الاربع فرق المتبقيه للجراند فاينل عشان يقابلوا دي كي وانوبس. اشوفكم في النهائي وسلام.